نيجي للدوري، مبروك طبعا، 3 نقاط غاليه جدا، مهمه جدا في طريق الاهلي لحسم لقب الدوري اللي بيتبقى عليه نقطتين. وقدامنا طبعا ليله الخميس اللي جاي مباراه الزمالك، ان شاء الله تكون مباراه احتفال وتتويج. والكلام والنهارده السؤال الحقيقه مش عارف ليه كل جماهير الاهلي بتسالني، ناس كتير قوي بتسالني السؤال ده، كان في اتفاق او كان في اشاعه، هل الزمالك هيوصل لاستاد يوم الخميس اللي جاي ولا احتمال الانسحاب وارد؟ يا جماعه الظروف مختلفه. اقول لهم ليه بتسالوا كده؟ يقول لك اصل الزمالك انسحب قبل كده في السوبر، ايه اللي يمنع انه الزمالك ما ينسحبش في المباراه الجايه اذا كانت الاسباب لم تنتفي؟ وبالتالي عايز اشرح للناس كلها واقول انه القصه في مباراه الزمالك في الدوري المصري يوم الخميس اللي جاي تختلف جمله وتفصيلا عن مباراه الزمالك والاهلي اللي كان مفروض انها تتلعب في او على كاس السوبر، واللي لعبها طبعا بيراميدز محل الزمالك واللي فاز بيها الاهلي على حساب بيراميدز. طب ايه الاختلاف؟ هناك كان وارد سيناريو يقال بين قوسين انه في الوقت ده يعتبر اعتذار عن المشاركه، اما في مباراه الخميس القادم فلا مجال للاعتذار، عدم الظهور في ملعب استاد القاهره يعتبر بمثابه انسحاب، وده في حد ذاته ممكن يولد عقوبات كبيره جدا جدا على نادي الزمالك. اكيد في الوقت ده هيجب تطبيقها، وما اعتقدش انه حاجه زي كده تستحق المخاطره باي شكل من الاشكال. اعتقد انه بعد العروض اللي قدمها الزمالك قدام المقاولين او قدام فيوتشر، نفس جماهيره اصبحت مفتوحه، وينتظروا هم كمان مقابله الاهلي في مباراه الخميس القادم.